السلام عليكم، ان شاء الله كل عام وانتم معايا بخير، ان شاء الله عيدكم مبروك. هذه فرصه معايا حبيت نعيد عليكم ونوضح الحكايه ديال ميستيريو. برشا ناس قالت لي ميستيريو سارق ميستيريو موفا تاع بالتي، سورتو على الفيسبوك الايام الاخرانيه، سور انترنت سواء في فرنسا ولا في تونس، قالوا معناها ميستيريو اكوزي دو فولور الوغ كو سي با فري، الحكايه غلطه. غنيت انا ميستيريو ايسي ولا با، دخلنا للستوديو عجبتو برشا جاي من ريف العاصمه، il s'est inspiré معناها عجبتو وانا مديتها له معناها بكل صبر ورحب، وقلت فوالا معناها بوركوا با لي ميستيريو يستغلها في البوم. دونك ما فهمش علاش باش نسرقوا ميستيريو اي اون لاكوز دو فولور. فوالا يعني انا وياه عباره على خوات واكثر من خوات معناها، ومكلم وملح وجاب حذاء للدار وكيما نقولوا فيها وعزاني في امي الله يرحمها. وابار هذايا معناها عندنا برشا بروجيات قدرت نديرها مع بعضنا، عندنا راين بي في بركات مع دي جي كور، عندي انا وياه ميكس تيب ميك دو ريو 2 عندي فيها ابريسيون تاع 3 اغنيات. وفوالا يعني الحمد لله انا وياه معناها علاقه طيبه بالبدا، وبيانتو كليبي انا وياه ايسي ولا با. ان شاء الله عجبتكم برشا الاغنيه وان شاء الله بقدرة الله باش يعجبكم برشا الكليب. يعني فوالا ايكيبا جون قاعده تخدم ما شاء الله، وان شاء الله كيما نقولوا فيها ربي وفقنا وان شاء الله حاجه تعجبكم. اي بالمناسبه جون بروفيت ونشكر لي فان تاعي اللي هما ماهمش دي فان بالنسبه لي انا، نسميهم خواتي واكثر من خواتي، على الوقفه اللي وقفوها معايا في موت امي الله يرحمها، وعلى الميساج اللي وصلوا لي يرحم والديكم وان شاء الله ربي يفضلكم ويميتكم ويطول لهم في اعمارهم ويشد لهم في صحه الدنيا. ميرسي.